الأطفال من أجل بناء مستقبل أفضل لأطفالنا ومجتمعنا. في الوزناج والبيزامي المعروف ستد ودبلوبمون سنستفيد. هذا تحقيق هذا المشروع هو من ضمن الشراكة التي تحققها جمهورية بلغاريا مع المغرب في الأول، وهناك مشروع مساعدات من أجل التطور الذي تحققه بلغاريا من ضمن التزاماتها في الاتحاد الأوروبي، والحكومة البلغارية تمول مشاريع مختلفة لتطوير مجتمعات من ضمن الجوار القريب والبعيد، ومن ضمن هذا الجوار طبعا المغرب، وهو بلد صديق جدا لبلغاريا وعلاقتنا ممتازة. وتمت زيارة نائب رئيسة الوزراء ووزيرة الخارجية مدام ماريا جابرييل في 10 من يناير في المغرب. أساسا المشروع الحالي بلغاريا تموله بمبلغ 500,000 درهم، مبلغ معتدل ولكن مهم بالنسبة للمشروع، لأنه هو يخص دراسة من ضمن المستشفى للأطفال المعوقين المصابين بطريقة مختلفة والتي ليس لهم إمكانية أن يدرسوا في المدارس العادية. كانت لي فرصة أن أزور المركز الصحي والمستشفى النور، واستغربت من الجهود المبذولة هناك من أجل المعوقين وكل التسهيلات التي تقدمها هذه الجمعية. ونتمنى هذا المشروع الجديد يكون ناجح جدا، اللي هو مشروع بايلوت للمجتمع المغربي والمجتمعات بشكل عام، ونحن سنساعد أن نعمل علاقة بين منظمات وجماعات متشابهة في بلغاريا والمغرب. اليوم سنعلنوا على مشروعنا المدرسة بالمستشفى في إطار شراكة مع الجمهورية البلغارية بالمغرب. هذا مشروع نموذجي، غادي نديرو قسم في مركز استشفائي نور، غنجهزوه بالادوات والموارد البشريه المؤهله لدعم الاطفال المرضى في وضعيه اعاقه. تيستقبل المركز الاستشفائي نور اطفال اللي كانوا متمدرسين وبحكم وضعيتهم الصحيه تيتوقفوا على التمدرس، وتمني تيخرجوا من المركز عندنا صعيب عليهم يرجعوا للمدرسه. فكرنا ان احنا ندعموهم ونشجعوهم في القسم في المركز. المشروع هو توفير فرصه تعليميه وتربويه للاطفال المرضى في وضعيه اعاقه في المركز الاستشفائي. كيف ما قلت هذا اول مشروع نموذجي، ولكن تنطمحوا للتعميم ديالو في مستشفيات اخرى ابتداء من المستشفيات الجامعيه، وعلاش لا في اطار شراكات مع الوزارات وزاره الصحه ووزاره التربيه الوطنيه. Oh.